الخير مشاهدين قناة المحور، برنامج يوم سعيد. معكم كوتش إسلام من وورلد جيم جراي سكوير. احنا الحلقة اللي فاتت شرحنا تكنيكال السوبر سيت وشرحنا طيب منه اللي هو بيعتمد على الأجنست والأنتاجنست. النهاردة هنطبق نفس التمرين العضلة المقابلة، تمرين الباك مع الشيست. هنستارت التمرين بتاعنا بالأبر ترابيزيوس شراج. ظهرنا مفرود، مع على طول inclined dumbbell، بين كل راوند وراوند بناخد 20 سكند بريك. راوند نمبر 2 هنعملها مع بعض، هنعمل بنت اوفر بالايزي بار. هنعمل معها شيست فلاي بالدمبل. ريسيت 10 ريبيتيشن ما بين كل تمرين وتمرين، 20 سكند بريك، ونشيل الوزن اللي نقدر نلعب بيه. اهم حاجه ما فيش فتره بريك ما بين التمرين والتمرين. خلصت الراوند ناخد بريك، وكده يبقى خلصنا فقرتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه في برنامج يوم سعيد.